السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميارة. وصفة اليوم عبارة على باريزيان أو باغيت فرنسي محبوب المغاربة اللي كنستهلكوه بأكثر، بطريقة غدا نحضروه بطريقة اللي هي جد بسيطة ومبسطة، وإن شاء الله غادي ينجح معكم. على بركة الله ندوزو المقادير. كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، الماء دافي لجمع العجين، وعندنا الملح، وعندنا الخميرة الفورية على حسب الجو. باش نحضروا كنوضعوا الدقيق الابيض، كنعملوا واحد الحفيره وكنوضعوا فيها الملح والخميره الفوريه، وكنبداو نجمعوا بالماء يكون دافئ غير بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه تكون مرخوفه وكتلصق في اليدين. غادي نبقى مستمره. نزيد القليل من الماء وغادي نبدا نعجن فيها حتى نحصلوا على عجينه اللي بغينا تكون مرخوفه وكتلصق في اليدين. بعد ما جمعناها دابا غادي ندلكوها باش ندخلوا فيها داك الهواء وتجمع لينا. بعد ما دلكتها غدا نشكلها على شكل كويرة لهذا الشكل هذا، وغدا نجيب واحد الإناء وغدا نرش القليل من الدقيق الأبيض وغدا نوضع فيه العجين ديالي، وغدا نرشو من الفوق الدقيق الأبيض بالطريقة هذه. غدا ناخد واحد زيف يكون نقي وغدا نبلوه بالماء غير شويه ماشي بزاف، وغادي نغطيو به العجين ديالنا ونخليوه حتى تخمر. ما خمرت لينا غادي نحيدو فوق منها ديك الزيف وغادي نبداو نحيدو منها الهواء وغادي نوضعوها باش نعاودو تاني ندلكوها. باش ندلكوها غادي تقول بان فيها شويه ديال الخدمه، ولكن هذا هو الطريقه باش كينجح هاد الباغيت وكيجي زوين. نحطوها في اناء، غادي نرشو القليل من الدقيق الابيض، غادي نشكلوها على كويره بهذه الطريقه هذه، وغادي نوضعوها وغادي نرشو فوق منها الدقيق الابيض الزيف، وغادي نغطيوها مره ثانيه غادي نخليوها تخمر. الزيف كنبلوه غير مره واحده. بعد ما خمرت لينا غادي نحيدو منها داك الهواء، غادي نرشو الدقيق الابيض وغادي نشكلوها على شكل رولي. شكلتها على شكل رولي، دابا غادي نقطعوها قطع متساويه. بسطت العجينه ديالي، قبل ما نبسطها كنرش قليل من الدقيق الابيض وكنبدا نلف فيها او روليها، وكنبداو نضغطو بصباعنا. حنا كنروليو وكنضغطو
دابا غنرو ليها الطرف الاخير، غادي نبدا نضغط عليه، نضغطو عليه مزيان، وغادي نبداو نروليوها على القياس او الحجم اللي بغيتو. من وحده اخرى غادي نبسطو العجين ديالنا، قبل ما نبسطوها كنرشو قليل من الدقيق الابيض وكنبداو نروريو فيها. حنا كنروريو وكنضغطو بيدينا وكنجيو الطرف الاخير وكنضغطو مزيان وكنبداو نروليو فيها الحجم او القياس اللي بغيتو. فانا وضعت الباكيت ديالي في لاطا اللي مدهونه بالزيت، الا كان عندكم لاطا ديال الباكيت من الاحسن. دابا غادي نخليهم حتى يخمروا. بعد ما كيخمر لينا الخبز وكيبدا يتنفخ كنشعلوا حنا الفران اللي عنده ديال الضوء، كيشعل الفران درجه حراره مرتفعه من 240 حتى 250، كيشعل فوق ولتحت، واللي عنده ديال الغاز كيشعل درجه حراره يكون مرتفعه وكيشعل فوق ولتحت. وكنديروا هذه العمليه هذه، كنجيبوا اناء وكنخويوا الماء يكون قابل الاناء يكون قابل الحراره وكنوضعوه في الفران. بعد ما خمر لينا الباكيت ديالنا غادي نبداو نشرطوه. غادي ناخذ موس يكون ماضي ولا زيزوار يكون جديد، وغادي نبداو نشرطو ما نفوتوش الخط ديال الباكيت، وغادي نبقى مستمره حتى نكمل الباكيت ديالنا. ناخذ بخاخ وغادي نوضعوا فيه الماء والسكر وغادي نخلطوا مزيان، وغادي نبداو نرشوا في الباكيت ديالنا غير بشويه ماشي بزاف. غادي ناخذ الدقيق الابيض وغادي نبداو نرشوا من فوق الباكيت ديالنا. كملنا، دابا غادي ندخلوه الفران اللي مسخنينه من قبل، درجه الحراره كتكون مرتفعه. بعد ما كيطيب لينا وكيبدا يتنفخ وبدا يحمر كتنقصوا البوطه باش ما يتحركش ليكم، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الباغيت فرنسي او باريزيان. كنتمنى تجربوه، راه كيجي رائع كما كتشوفوا، راه كيجينا مخرج وكيجينا هائل وناجح 100%، وكيجينا مقرمش. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، فعلا يستحق التجربه. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. مع السلامة، فيديو جديد إن شاء الله.